ورجعت لكم بعد الفاصل، ويلا بينا بقى نكمل الوصفة الجميلة دي. دلوقتي الزيت بتاعي بيسخن، عندي طاستين ووك، هسخن واحد للبطاطس بتاعتي وواحد تاني احمر فيه الفراخ لما تطلع من الفريزر. عندي دلوقتي ستريتش فردته بالطول، هحاول ان انا من غير ما يتزحلق اكون بس حطاه كده محكم باي حاجه. لو عندكم اي خشبه تقطعوا عليها السلطه او حاجه يا ريت تفردوا عليها عشان تكون متحكمه فيه، بلاش تعملوه على حاجه طبق او حاجه يزحلقوا، حاولوا الحاجه اللي تبقى بتلفوا عليها تبقى محكمه شويه عشان تكون سهله معاكم. عندي دلوقتي حطينا التتبيله جوه، عندي دلوقتي هحط الجبنه كده، هحط شريحه واحده من الجبنه واحط شريحه لحم مدخن وافرد كده جدا، وحطينا ملح وفلفل من تحت. نبتدي بقى نلف الرول ده كده مع بعض واحده واحده، متقلقوش خالص، نفرده كده، نفرد كده، عمليه جراحيه فعلا. نحاول بقى نعمل ايه، ندخل اخر حته في الفراخ نقفل بيها الفتحه عشان الزيت لما يدخل ما يدخلش جوه الجبنه، مهمه قوي الحته دي، النهايات بتاعه الفتحتين دول نحاول نقفلهم علشان الزيت ما يدخلش جوه الجبنه فيبقى الطعم مش حلو، احنا عايزينها تبقى سايحه كده. عندي الرول اهو جاهز، طبعا ما اقدرش دلوقتي ان انا احط له البقسماط والبيض لان هو لسه محتاج يقعد في الثلاجه شويه، انا عشان مستعجله ادخله الفريزر يمسك نفسه يشد نفسه، الطبقات كلها تيجي على بعض كده وتبقى متساويه فابتدي اقدر اعمل له طبقه التغطيه. حط دلوقتي في الفريزر واطلع معاكم النسخه نشوف كده هي اتعملت ازاي. عندي النسخه بتاعتي بعد لما بتتغطى اول حاجه بعد ما بنلفها بالستريتش بندخلها الثلاجه قبل لما نغطيها. هنشوف طبقة التغطية كمان شوية بس تجمد شوية الفراخ بتاعتي وارجع اعمل طبقة التغطية معاكم. اشيل بقى ده كله دلوقتي وابتدي